رحلة جميلة عبر الزمن مع رحالة إنجليزية تصور لنا الحياة المجتمعية في المخلاف السليماني خلال فترة حكم الإدريسي، وتسرد لنا الكثير من المظاهر والعادات والمواصفات والأنماط المجتمعية خلال هذه الفترة. زيارة روزيتا فوربس للمخلاف السليماني خلال الحكم الإدريسي. معكم أنا عمرو كريري، وهذا اللي راح نتكلم عنه في الفيديو اليوم. تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة ولا تنسوا الجرس، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ. كيفكم يا غوالي؟ عساكم طيبين. يلا بسم الله نبدأ. المؤلفة والرحالة الإنجليزية جوان روزيتا فوربس ولدت بعام 1890 ميلادي في مدينة لينكولن بولاية لينكولن شاير. عملت رحلات حول العالم تقريبا، رحلتها عبر الصحراء الليبية إلى مصر، ورحلتها لجازان وعسير، ورحلتها للبتراء والهند وبلاد فارس وأفغانستان وآسيا الوسطى وجنوب أمريكا. ولكن اللي يهمنا هنا هو رحلتها في عام 1922 ميلادي للأمارة الإدريسية في جازان وعسير، لأن وقتها جازان وعسير كانت تحت حكم الإدريسي بعد طرد الاحتلال العثماني، وكان لقبه الرسمي إمام عسير. ففرفرت في بعض قرى المخلاف ووصفت الحالة الدينية والاجتماعية والاقتصادية، ودعمت مقالاتها بصور، وقدمت وصف لمدينة صبية ولميناء جازان ومدن المنطقة الساحلية وقراها الداخلية، وبشكل عام المناطق اللي خاضعة لنفوذ الإدريسي. بعد رحلتها في إفريقيا سافرت عن طريق البحر متوجهة لسواحل المخلاف السليماني. فلما قربوا من السواحل رفعوا إشارات حمراء عشان يبينوا إنهم أغراب، ولكن ما حد طق لهم خبر ولا درى عنهم. فلما شافوا الوضع كذا ما حد عطاهم أي اهتمام لهذه الإشارة، جاء في بالهم إنهم ينزلوا في قوارب صغيرة أو في قارب صغير ويروحوا لميناء المخلاف ميناء جازان عشان يشوفوا كيف الأوضاع. فكانت المياه ضحلة جدا لدرجة أن حتى الزوارق ما تقدر توصل للشاطئ مباشرة. وطبعا كان مضبط لهم الأوضاع كمال فهمي المفتش في شركة الحديد المصرية، فكان له وضعه وشأنه ومكانته. فبسبب المياه الضحلة اضطروا أنهم يوقفوا بعيد شوية عن الشاطئ. فبدت روزيتا تتأمل في هذه المنطقة، ومرت ساعة أو ساعتين وهي تتأمل الميناء وحول الميناء. فكانت تشوف تقريبا في حدود 600 كوخ على وصفها مصنوعة من القش اللي هو نحن نعرفها بالعشة أو العريش، وفي حدود 100 أو 150 بيت مبني بالحجارة ومغطى بالجبس، وكان معظمها محاط بجدران مصنوع من الطوب أو الصخر واللبن. وكانت تشوف صخور نازلة ومنحدرة من جبل في الناحية الجنوبية، وفوق الجبل على وصفها حصن تركي صغير، وطبعا تقصد قلعة الدوسرية على الجبل. فكان صعب عليها انها تنزل في الموية وتمشي للمرسى اللي هو مرسى السفن، اولا بسبب الضحالة الكبيرة في الموية، وثانيا لانها كانت لابسة حجاب وجلباب مصري فوق فستان طويل باكمام ضيقة، وتقول انه من الحرير الارجواني المطرز بالذهب، فما كانت متعودة على الحجاب انها ما كانت تلبسه. تقول بأنها كانت يا دوب تقدر تشوف من سماكة الحجاب المزدوج أو المدبل. فخلال ما هي تتأمل إلا وشوية تتفاجأ بأربعة حمالين عبيد مفتولين العضلات وشايلين شيء توصفه بأنه مصنوع من الحبال يشبه السرير، طبعا نحن نقول له قعادة. وهذول الحمالين متعودين زي ما تذكر يحملوا حمولات بوزن 500 رطل من الجلود والقهوة والدقيق اللي يودوها للشاطئ. فحملوها ومشوا فيها وهي تشوف وتتأمل، إلا وفجأة تشوفهم يحطوها عند أقدام شاب توصف وتقول بأنه شاب عربي جميل وسيم ارتدي رداء أزرق اللون. إيش يا ست روزيتا عينك زايغة؟ شفيك على ولدنا؟ فتبين لها انه سيد هذول العبيد وانه ابن عم الحاكم الادريسي، وكان ينتظروها معه المشايخ اللي نزلوا مع كمال فهمي ومعهم السيد السنوسي نائب الادريسي على مدينة جازان. فتذكر بانها كانت ساكتة ما عندها شيء تقوله، يا زينة مكسوفة. فتقول لحسن الحظ ان المشايخ اللي نزلوا قابلوها مع كمال فهمي كانوا منحرجين جدا بسبب خروجهم لاستقبالها، يعني اعيان وطالعين يستقبلوا حرمة. فعشان كذا تقول بأنه مرت لحظات صمتها بدون ما يلاحظها أحد. والله وضعك مو مزبوط يا ست روزيتا. المهم بعدها مشوا في الرمال متوجهين للمسكن اللي مخصصينه لهم بيت ضيافة. هي تقول
بيت ضيافة السيدين اللي هو ابن عم الإدريسي والسنوسي. توصف البيت بأنه يشبه قلعة بدائية مبني على صخرة معزولة. فدخلوا واستراحوا، وطبعا من العادات في هذه المناسبات إكرام الضيف. فخلال ما هم منتظرين في بيت الضيافة قاموا يشوفوا من النوافذ الزجاجية والشبابيك، فألقوا نظرة كده على بعد 50 قدم في الحوش يشوفوا ويستكشفوا. فشافوا حبال الجمال المحملة بالحطب جاثمة، ويشوفوا الخادمات يلبسوا رداء أحمر مع حجاب أسود فوق روسهم، ويتفاوضوا مع السواقين اللي هم العمال اللي توصفهم بالأقوياء واللي كانوا جالسين متركبين على ركبهم، وتوصفهم بأن أجسادهم عارية تلمع فوق مآزرهم وشعرهم المجعد يتطاير في مهب الريح. الله الله يا ست روزيتا. المهم وخلال ما هم يتأملوا إلا وفجأة دخلوا عندهم، جاء وقت الوليمة بيضربوا. فكانت تشوف جنود من كتيبة الإدريسي يقربوا الأكل للصفرة، وتوصف الكتيبة بأنها تضم في حدود 500 رجل، وإنهم مختارين بعناية من صبية وأبو عريش. فقدموا على وصفها وجبة عظيمة مكونة من لحم الغنم محشي باللوز والزبيب والرز والبيض المسلوق وجميع أنواع البهارات ومحاطة بالتمر، بالإضافة إلى قشور المحار واللي قدموها مع الليمون الحامض والزيتون. إتيكيت يا حبيبي. وقدموا أوعية من الحليب الرايب اللي احنا نقوله ريب او ريبة، والمعاجين الحلوة اللزجة واعتقد انها تقصد المرسى، والدجاج الكامل والدخن والخمير والبر والعلوم الزينة، بالاضافة للبطيخ الوردي على وصفها واشياء خلينا نسيبك منها. المهم بعدها جمعوا اسلحتهم وحطوها في زاوية في الغرفة، وبدأوا فعاليات الرقصات والالعاب الشعبية انبهرت بيهم. توصفهم بأنهم كانوا لابسين مآزر من الأقمشة اليمنية المخططة وسترات صغيرة من الكتان قمصان يعني، والتي كانت أكثر روعة. وتعجب عليها وتقول لكنها لم تكن تتماشى إلى حد ما مع أحزمة الخراطيش الضخمة، الخراطيش اللي حق الأسلحة، والسيوف الفضية المنحنية المرتبطة بها اللي هو أغمدة السيوف وهذه الأشياء. يعني الشباب كانوا كاشخين يعني، ما مو لابسين لبس حرب يعني أكيد يعني، لكن السلاح بيأخذوا للضرورة. وبقت في المنطقة تستكشف. فخلال الفترة اللي بقتها كانت تلاحظ أن حياة الناس عبارة عن عمل وصلاة وأكل ونوم على وصفها، ويبدأ اليوم عندهم من طلوع الشمس وينتهي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات يعني مع العشاء. فمع العشاء يبدأوا يقرعوا الطبول والدنيا هاجدة في جميع الأنحاء، وهذا الشيء يعتبر إشارة للناس بأنهم يبقوا في بيوتهم ما يطلعوا، خلاص نوم. ومن الأشياء اللي شافتها ولاحظتها وعلقت عليها من الناحية الدينية، شافت إن الأحكام القرآنية اللي هي الشريعة تطبق بصرامة، يعني ما فيها لعب، حكم حكم، السارق يقطعوا يده على حسب حجم جريمته، والقاتل سواء كان شريك أو قاتل يطيروا راسه. تذكر بأنه من الأشياء اللي برضو عرفتها من الأحكام بأنه يؤخذوا الزوجان المدانان بالخيانة الزوجية إلى خارج المدينة، ويدفنوا في الأرض حتى الإبطين، ويرجمان حتى الموت اللي هو حد الرجم. وتذكر بأنه عادة إعدام الأشخاص برجمهم حتى الموت، يعني هي حطتها عادة، فتقول هي عادة قديمة جدا عند العرب. ووفقا لتعاليم محمد طبعا صلى الله عليه وسلم، بس هذا كلامه، هناك 3 جرائم يعاقب عليها الرجم حتى الموت، وهي لا يحل دم رجل مسلم يشهد لله ورسوله إلا ل3 أسباب: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هو في حديث صحيح. وبدأت تسرد قصة الغامدية اللي جت للنبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليها بحد الرجم، فتقول إنه يذكر في إحدى الحالات كان محمد نفسه بمثابة القاضي صلى الله عليه وسلم لذنب امرأة غير متزوجة تم اكتشاف أنها على وشك أن تصبح أمه، يعني حامل خلاص جدها بتنفس، فحكم عليها بالرجم مع وقف التنفيذ حتى الولادة، وأجبرت المرأة المحكوم عليها على رعاية الرضيع بعد الولادة حتى بلغ السن المناسب للفطام، ثم تم حفر حفرة في الرمال ودفنت الأم حتى حضنها الذي كان على مستوى الأرض، ثم تجمع العشيرة حولها وألقوا الحجارة على رأس البائسة حتى تحطمت جمجمتها، ثم تم تلاوة الصلاة وانتهى الإعدام. صراحة أنا ما أدري إيش هذه الصلاة، ما أدري هي مفكرتها زي اللي عندهم، يعني عندنا دعاء وصلى على الميت وهذه الأشياء، أما صلاة كيف يعني؟ ما نفهم والله صراحة. الظاهر إن هذه شطحت بها هي كذا، حطتها على أساس اللي عندهم. المهم قصة الغامدية فيها تفاصيل أكثر، ممكن ترجع لقصتها عندنا في الكتب الإسلامية، فيها تفاصيل وأمور كثيرة، هي اختصرتها والظاهر الاختصار فيه
تحوير للمعنى الله أعلم. وأضاف التعليق لها أو تعقيب على هذا الموضوع تقول: يذكر الكتاب المقدس بالطبع طريقة الإعدام هذه كثيرا، وهناك 10 وصايا محددة بخصوص الرجم مذكورة في الكتاب المقدس، وذكرت بعض الخطايا المذكورة في الكتاب المقدس، وأضافت قصة من الكتاب المقدس عن واحدة معروفة بالمرأة القرمزية. المهم خلونا نرجع لوصفة للمنطقة احنا شطحنا معاها. فكانت تلاحظ أن الحريم ما يطلع من البيت أبدا، ولكن تشوف الخادمات يركض بسرعة إلى الأسواق في فساتين مستقيمة مع حجاب أسود محدد بأحمر على طول رؤوسهم. فلما دخلت الأسواق شافت التجار اللي توصفهم بالتجار البديلين يعني السمينين، فتقول كانوا يلبسوا عمائمهم الضخمة ومعها الزعفران والفل والورد والريحان والكاري، ويركبوا الله يكرمكم على حمير رمادية دقيقة أو خفيفة. وطبعا عشان المجتمع ما كان متعود على بنت أوروبية تتمشى هنا وهناك، فاتفقوا على انهم يقولوا انها اخت كمال فهمي. فتقول حتى رغم ان ملابسها وتصرفاتها الاسلامية الصارمة اللي كانت حريصة عليها، الا ان هذا الشيء ما منع الحشود من انهم يلحقوا بيهم خلال ما هم يتجولوا في الاسواق ومع كثرة التذمرات. وشافت اللي ذكرتهم بالبدو ذو الرؤوس الغامضة، طبعا قصدها على الرعاة، بانهم عراة حتى الخصر يعني متجردين، واجسادهم تتلألأ بالزيت، وأنهم يقودوا سلاسل من الإبل اللي محملة بالخشب اللي هو الحطب، واللي كانوا يبيعوه بسعر 8 سنتات للحزمة. وشافت تجار السمك وبضاعتهم اللي توصفها بالفضية المتناثرة على أطباق من ورق الشجر، وتجار اللؤلؤ وحبوبهم الثمينة. وعلى مسافة قريبة دخلت في زجاج ضيق مسقوف بالحصير، وشافت محلات الفاكهة من تفاح وغيره. بس بعدها بمسافة شوية شافت أشياء ولله الحمد ما صارت موجودة. شافت معروض أحزمة فضية مطروقة فيها أجراس أو قطع صغيرة من العنبر الأسود الخام، وتذكر بأنه كان يعتقد الجميع بأنها أفضل تعويذة ضد العين الشريرة. وعلى مسافة قريبة شافت صبية صغار يلبسوا ملابس صفر ذهبية على وصفها، معهم خناجر كبيرة على طولهم تقريبا، يبيعوا لك أي شيء ابتداء من الجمل $20 لغاية الدجاجة ب25 سنت. هذا اللي هي تذكره. وتذكر بأنه من حسن الحظ أن رفيقها كمال فهمي كان صديق شخصي عظيم للسيد مصطفى. وصراحة أنا هنا ما أدري من السيد مصطفى، هل هو مصطفى الإدريسي، هل هو مصطفى أفندي، هل هو مصطفى ثاني، الله أعلم، ما عرفته صراحة. المهم فبعد ما قضوا يومين في جيزان دعاهم الإدريسي لحضورهم في صبية، يحضروا عنده، عزمهم في العاصمة الصيفية على وصفها اللي تذكر بأنها على بعد 25 ميل. فعطاهم السيد مصطفى هذا سيارة فورد تحت تصرفهم، وكان السواق شخص تركي، أخذهم يوديهم للإدريسي في صبية. فهذا السواق الظاهر وراها الويل بسواقته، فتقول رزتها على ما يبدو أنه كان مفكرها دبابة مو سيارة، لأنه ما عتق وتجنب أي تلة رملية. فتقول بذل قصار جهده لتدمير أعصابنا بضرباته المتهورة عبر الشجيرات والأحجار والوادي لعب فيهم لعب. المهم لما قربوا من صبية حصلوا الإدريسي راسلهم في نص الخط تقريبا في حدود 50 حارس. فتذكر بأنه تكريم لمكانة كمال فهمي عند الإدريسي، وكانوا فرسان على جيادهم، وتذكر بأنه معظمها فحول يتم تدريبها ومن سلالة نجدية، هذا على وصفها. ومن الأشياء اللي تذكر بأنها لاحظتها في المنطقة بأنه ما في لا مقاهي ولا راقصات ما أدري إيش تبغى هذه الحجر وزيتها، وبأن التدخين حتى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولبس واستخدام الذهب خطيئة لدرجة إن الإدريسي حتى ما يملكه في منزله. وصراحة هذا شيء غريب أنا أشوفه إنه ما يملكه حتى في بيته. المهم هذا الشيء على قولها صدمها، لأنها كانت جايبة ساعة ذهبية وأختام للإدريسي، فتقول إنه أمر مؤسف إلى حد ما، بس قالت عبارة والله ما أنا فاهم قصدها إيش منها. فتقول لكن براعة الأمير كانت مساوية للصدفة، ما بصراحة ما أدري إيش المقصد، ولكن بالطبع أهداها الإدريسي خنجر ثمين. فتوصف صبية وتقول: تقع صبية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20,000 نسمة بين تلتين صغيرتين تسمى جبل أكوار، الظاهر إنها تقصد عكوة، وتقول إنه حيث من المفترض أن يتم العثور على الزمرد، وهي مقسمة إلى قسمين قديمة وجديدة، وإنه تتكون البلدة القديمة الواقع عند سفح أكوار اليماني، طبعا تقصد عكوة اليماني، بشكل رئيسي من نفس الأكواخ المدببة الموجودة في جيزان اللي هو العريش والعشش، وهي الظاهر هنا تقصد مدينة الحسيني. وتقول لكن في المدينة الجديدة
يقوم الإدريسي بإكمال أو بناء قصر مهيب مبني بالحجارة وتحيط به منازل الملوك وزراء وكبار التجار. وطبعا المدينة الجديدة اللي تقصدها وقتها هي اللي تعرف اليوم ببيوت الأدارسة، منطقة أثرية في مدينة صبيا. واستمرت في وصف اللي لاحظته في المنطقة بأنه ما توجد أنهار في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 1,000,000 ميل مربع، ولا تصل أي جداول جبلية إلى السواحل إطلاقا، هي قصدها موية جاري، يعني ما في موية جاري يمشي مثل النهر، وأنها تتكون من سلاسل الجبال الجرداء، وباقي الأرض إما صحراء رملية أو سهول سوداء. ولكن تقول الرمال الموجودة في الصحراء أو في بعض أجزاء الصحراء في المنطقة يتم العثور فيها على الماء على عمق أكثر من 600 قدم، تقول عشان كذا تنتشر هنا وهناك كفر المياه اللي هو الأبيهر أو المياه في الوديان، واللي توصفها بأنها تعادل سهول مصر. وبرضو ذكرت أشياء عن العرب، عرب شمال الجزيرة وعرب جنوب الجزيرة العربية، وتذكر بأن العرب الشماليين وفقا لمعظم علماء العرق أو العراق اللي هو الأنساب هم أحفاد إسماعيل مباشرة اللي هو إسماعيل عليه السلام. تذكر بأنه الرحالة المنبوذ، هذا طبعا في معتقداتهم في الكتاب المقدس. وبالنسبة للجنوبيين تقول إن فيه كثير من الغموض يحوط بجنوب الجزيرة العربية وسكانها، وأن السكان الحاليين هم أحفاد أعراق استقرت في البلاد قبل قرون من مجيء الإسماعيليين، وتذكر بأنهم ساميين حقيقيين. وأضافت بأنه أينما يعيش العربي فإنه يحتفظ بهويته يمنيا أو معاديا، وأن فيه عداء أبدي بينهم، ومستحيل إنهم ببساطة يعيشوا مع بعض في سلام، وأن عداءهم لدرجة أن من الممكن أن أمور تافهة تسبب نشوب صراعات دموية بينهم. وفي الختام نقول زي ما نقول دوما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.